صديقتي تقول منى تقول هل لازم ألغي أهداف السنة القديمة عندما أستعد لسنة جديدة وأضع نوايا جديدة؟ شوفوا، أبغى أقول لكم شيء. الآن مثلا إحنا كل شهر قاعدين نحط نية، صح؟ بس إحنا نبغاها تستمر. يعني مثلا في يناير حطينا نية الثراء، بعدين حطينا نية الحظ، نية النجاح، نية العلاقات، نية التنظيف، نية التحرر من الصدمات. ما زالت تشتغل، ما زالت، ما دام هي انا حطيتها، ما دام انا نويتها، ما دام انا فتحت ملفها وبديت فيها، ما زالت تشتغل. السؤال، هل ابغاها تشتغل؟ ما ادري، انت تبغينها تشتغل ولا ما تبغينها؟ تبغينها توقف؟ تبغين الموضوع يوقف؟ يعني احنا حطينا نيه مثلا الثراء، اوكي، بدايه السنه 22، هل تبغين النيه تستمر ولا تبغين تقفلي الموضوع؟ انت حره في الموضوع، انت حره. انا بالنسبه لي كل النوايا اللي حطيناها هذه السنه اعتبرها ما زالت مفتوحه وما زالت تشتغل، وما زلت ابغاها تشتغل، ابغاها تشتغل، بس تركيزي مو كبير عليها، تركيزي على الشيء اللي انا مركزه عليه حاليا في اللحظه الحاليه. مثلا احنا تركيزنا على استعدادات العام الجديد، مو تركيزي على التنظيف مثلا الصدمات، مو تركيزي على الثراء، مو تركيزي على العلاقه، مو تركيزي على الحظ. بس ممكن تجيني رساله، ممكن اوكي بتفاعل معها. فتبغينها خليها، ما تبغينها خلاص، معناها انت لازم تقفلين هذا الملف. عندنا كارما النوايا وعندنا نهايه القصه، كلها نهايه القصه تساعدك على انك انت تقفلين الموضوع. اقترح عليك انك تحضرين نهايه القصه. وانا مع صراحه مرات يعني تحس انه مثلا في هدف يعني اشتغلت عليه مره مرتين ثلاثه، تحس انه خلاص، تحس انه يا باب مغلق يا معقد، في شيء مو اوكي تبغى تقفل. انا مع صراحة إقفال، مع الإقفال. ما أحب يصير في أشياء كثيرة مفتوحة متعطلة، يا أشياء مفتوحة تشتغل والباقي يقفل، ما له داعي يصير مفتوح، ما له داعي، هدف متعطل وحالته حالة، وما أقفل، ممكن بعدين أفتح، خلني أقفل. والله موضوع ما قبلوني في الدراسة، ما قبلوني في الجامعة، خلاص قفل الموضوع، قفل الموضوع، بعد سنتين ممكن أرجع أفكر. اشتغلت على مشروع وما زبط، اشتغلت عليه مرة ثانية، قفل، قفل القصة، ما اشتغلت، خلها على جنب. فأنا برضو أميل إلى موضوع إقفال الملفات، إنه أنت تكون حاسم وتقفل الملف، ما تبغى هالتشوش، ما تبغى هذه الفوضى تعيش في وسط هذه الفوضى. طلال يقول هل أحتاج أكون منظف قبل عشان أخذ دورة حماية الذات؟ لا، حماية الذات هي مو بعمق التنظيف، هي مو بعمق التنظيف، هي الشخص ما يبغى يعني يغوص في الملفات السوداء ويروح يعني كذا، يبغى يقول اوكي بس خلنا نحمي انفسنا يعني في الفتره الحاليه، وبعدين نفتح الملفات. فبالتالي حتى لو كنت ما سويت اي تنظيف، اي عمل عميق، من الممكن انك انت تحضر حمايه الذات. صديقتي تقول كيف اعرف اني مستعدة لنوايا وأهداف السنة الجديدة؟ أنت تختارين، هذا خيار. الاستعداد هو مرحلة، إذا كنتوا شفتوا سلم هاوكنز شرحت السلم على اليوتيوب، هو مرحلة وهو شعور. استعداد هو شعور، شفت لما تقول يلا خلنا نستعد، خليني أبغى أستعد، هذا هو. أنت تختار أنك تدخل مرحلة الاستعداد ولا ما تدخل مرحلة الاستعداد. تبغى تدخل هذا الجو؟ هو ترى الاستعداد شعوره جميل، إيجابي، حماسي، يعني مرات حتى يعني مرات أجمل من الهدف. استعداد أوه قاعدين نستعد، أوه واو قاعدين نستعد للحفلة، يمكن تطلع الحفلة بايخة، عرفتوا كيف؟ قاعدين نستعد للرمضان، يمكن لما يجي رمضان تنام. استعداد شعوره جميل، شعوره جميل، يعني هالشعور انك تدخل في هالطاقة وهالشعور جميل، شعور الاستعداد. لذلك خليني اقول لك، كثير من الناس يعلقون في الاستعداد، كثير من الناس يعلقون في الاستعداد. ليش؟ لان شعور يجنن، شعور حلو صراحة. انا قاعد استعد لاهدافي، تدخل غرفتها تلقى كل غرفتها اهداف وصور ونوايا ودفاتر، وسوف افعل، سوف احقق، ما ادري، أو واو قاعدة تستعد. كم صار لها؟ خمس سنوات. خمس سنوات قاعدة تستعد. أو واو، أو واو يا الورطة، أو واو يا الورطة، لأنها عالقة في هالقصة. يعني حتى لو قلت لها طيب وين الأهداف ما تحققت، تقول إيه إن شاء الله بتتحقق. يعني حتى شعور الاستعداد كثير متفائل، كثير طيب، كثير يعني
كثير يعطيك يعني يرفعك صراحه شعور الاستعداد، يرفعك يحسسك انه كل شيء اوكي، كل شيء تمام، الامور بيدينا، احنا كل شيء تحت التصرف، كل شيء رائع، كل شيء. طبعا بعدين تجي الحقيقه انه هو صار ولا ما صار وكذا، بس بشكل عام هذا الشعور احنا نحتاجه في الحياه، لابد ان نعرف نتعامل معاه، لابد ان نعرف نستخدم شعور الاستعداد. اي شخص ما يعرف شعور الاستعداد وما يعرف يستخدمه وما يعرف يوزنه وما يعرف توقيته وما يعرف كيف يديره بطريقه صحيحه وما يعرف يعمق هذا الشعور لما يحتاج يعمق، هذا انسان فاشل بصراحه. بصراحه اذا انت ما تعرف تستعد في الغالب انت ما نجحت وما تقدر تنجح. حتى النجاح يبغى له استعداد، يبغى له استعداد. حتى التنظيف يبغى له استعداد. يعني يمكن كلكم مع انفسكم لما قعدتوا تنظفون استعديتوا ووجدتوا المكان المناسب، الضوء المناسب، البيئه المناسبه، التوقيت المناسب. يمكن هذا بينكم وبين انفسكم ما ناقشناه بصوت عالي، بس اكيد اذا مثلا على سبيل المثال حضرت ابانوس اتوقع انك استعديت قبلها. لو بغت ساعه واحده بس صار فيه يعني استعدادات، صار فيه يعني اشياء ماديه فكريه مشاعريه، ناقشت التوقيت، ناقشت الجدول، كل هذا سويتها انت. احنا الان طلعنا الموضوع على السطح وقلنا نبغى الاستعداد هذا نقعد فيه شهر، نبغى نناقشه بصوت عالي، نبغى نحس فيه، نبغى نعمق هذا الشعور. فهو خيار، انت تختارين انك انت تدخلي استعداد. هل كل الناس يقدرون يدخلون الاستعداد؟ في ناس يائسه ما تقدر تدخل، لذلك الشهر هذا احنا ساعدناهم بكورس الياس. لكن اغلب الناس تقدر تدخل الاستعداد ولو لفتره بسيطه، لان شعوره كبير وقوي وعالي وذبذبته عاليه. وزي ما قلت لك في ناس تتورط وتعلق. وصال حبيبتي تقول انوي البدء بمشروعي بعد راس السنه واحس اني راح احققه بوقت قصير، هل هذا جيد؟ قصدك هذا الشعور؟ اي شعور جيد انه انت تحس انك انت بتحقق الهدف او انه الهدف يعني قابل للتحقيق، شعور جيد. صديقتي آية تقول هل انوي نفس النوايا اللي ما تحققت هذا العام؟ برضو انت بالخيار، هو هل انت ما زلتي تبغين تطرقين هذه الابواب ولا تحسين انه انت اكتشفتي انه هذه الابواب قد تكون صعبه، وقتها غير مناسب، شعورك مو جاهز لها، فبتي خلني اقفلها واحطها على جنب وانهي قصصها وابدا بنوايا جديده واشوف طريقي. يمكن في نوايا اسهل، في اهداف اسهل بالنسبه لي يوم من الايام ابغى ارجع لها. فانت بالخيار انه تختارين او تقولين لا انا ابغى احاول، ابغى ابذل جهد اكثر، ابغى احط طاقه اكثر، لا السنه هذه احس التوقيت احسن، احس الظروف غير، عندي احد مثلا، عندي شخص يساعدني، عندي شخص اعتبره روح مساعده. يعني انت بالخيار، لكن انا اميل الى انه النيه اللي ما تحققت، الهدف اللي ما اشتغل، في الغالب لا هو وقتها، لا انت في طاقتها، لا انت في شعورها، وقد تكون غير مناسبة أصلاً لقصة الروح. بس ما نبغى نوصل هالتحليل هذا أو النتيجة، على الأقل نقول إنه حالياً غير مناسبة، خلنا نقفلها ونرجعها مكانها في المستقبل، يعني يمكن نرجعها، بس حالياً غير مناسبة. أنا أميل هذه الفكرة، لكن يبقى بعض الناس عندهم شغف لهذا الهدف ما يقدرون يتنازلون عنه، أو لهذه النية ما يقدرون يتنازلون، فيبغى لسه ما زالوا مرات يحتاجون مزيد من الألم من هذا الباب. مرات يكون عندهم نظرة فعلاً إنه التوقيت غير، هذه السنة غير، فبالتالي تضبط معاهم. انت الشخص اللي تستطيع انك تحددين هذا الشيء. مروة حبيبتي تقول لو خليت النية اني اعيش اللحظة هل تعتبر نية وانا شغالة على تنظيف الماضي والمستقبل؟ طيب ابغى اقول صديقتي مروة ولكل الاشخاص اللي نظفوا الماضي واشتغلوا على تنظيف المستقبل او ما زالوا يشتغلوا على تنظيف المستقبل، هذول الاشخاص ابغى اقول لهم أو أقترح عليهم أنهم يحضرون قفزة 2023. قفزة 2023 أوكي، لأنه مستويات الوعي اللي موجودة مثلا عندنا الآن في إنستغرام لايف تختلف، فبالتالي في أشخاص نايمة، في أشخاص على وشك تستيقظ، في أشخاص مستيقظة وبلشانين بأنفسهم وقاعدين يصححون ويعدلون، وفي أشخاص قد يكون تعدوا هذا الشيء أنهم هم نظفوا المستقبل. تالي انه احنا نرجع النقطة شوية وراء ونقولهم تعال امسك الورقة والقلم واكتب اهدافك ورتب اهدافك، قد يكون غير مناسب. لذلك
إذا أنت ماسك معي، إذا أنت ماشي معي في نفس الخط اللي أنا فيه، نظفت المستقبل، نظفت الماضي، أقترح عليك أنك تحضر 2023 عشان تعرف كيف تستقبل هذه السنة، وتعرف كيف توجه نواياك وأفكارك بطريقة جيدة أو على الأقل مناسبة لهذه المرحلة. أنا بالنسبة لي راح أطبق الأشياء اللي ذكرتها في 2023. لكن كل شخص حاضر معانا راح يستفيد، راح نكتب الأهداف مع بعض، راح نحط النوايا، راح نشتغل، راح نتكلم عن الأهداف، راح نتعمق في الاستعداد، راح نناقش شعور اليأس، راح نناقش إغلاق الملفات، راح نتكلم عن عام 2023. كل هذه الأشياء راح نغطيها هذا الشهر.